أبدى لاعبو فريق القادسية سعادتهم بتخطي غريمهم التقليدي فريق العربي بهدفين نظيفين في قمة الجولة الثانية من دوري فيفا لكرة القدم، فيما عز مسؤولو العربي خسارة فريقهم إلى الأخطاء التي ارتكبها الفريق أثناء المباراة. تقرير أحمد العنزي يستطلع الآراء عقب درب الكويت. بهذه الأغاني الوطنية السعودية التي رددتها الجماهير القدساوية واللافتات التي حملها لاعبو الفريقين مهنئين المملكة العربية السعودية بمناسبة العيد الوطني، بدأ درب الكرة الكويتي بحضور جماهيري لافت أنهاه الأصفر لصالحه. ألف مبروك للجماهير القدسية وإخواني اللاعبين على الأداء والنتيجة. أتوقع نستاهل ثلاث نقاط وبأداء وأمام العربي أتوقع أن يستحقون كلمة شكرا لإخواني الأبطال. العربي ضغط عليكم في الدقائق الأخيرة. طبيعي جدا ان انت فايز 2-0، لكن رغم ان كان العربي ضاغط الا انه ما كان في اي فرص خطره، كان في تنظيم دفاعي بشكل كبير، ويمكن شفنا هذا التنظيم حتى في المباراه الاولى. قائد الكتيبه الصفراء والاسطوره بدر المطوع قاد فريقه القادسيه بامتياز للفوز على غريمه التقليدي العربي بهدفين نظيفين، فصنع الهدف الاول البرازيلي رونينيو، فيما تكفل المطوع بالهدف الثاني من كره ثابته. هارد لك للعربي وجماهيره، الأمانة فريق العربي قدم مباراة كبيرة، لكن مثل ما انت عارف يمكن بداية الدوري احنا طلع بالتضامن ما اخذنا، يعني ما لعبنا بدال اللي احنا نطمح له، لكن اليوم حققنا النتيجة والأداء الحمد لله. على كل حال هذه ست نقاط الحين والقادم أفضل بإذن الله. كلهم لعبوا بروح، سواء انا دشيت سواء اللي برا بالاحتياط سواء اللي ما كانوا معنا بال 20 لاعب كلهم ما قصروا، وجهاز الفني جهاز الاداره كلهم كانوا داعمين حقنا، وان شاء الله الجايات احسن احسن ان شاء الله. كل مباراه نبيك ان شاء الله. شلون الاجواء شفتها اليوم في الديربي؟ شيء طبيعي، ديربي الكويت القادسيه العربي اجواء وايد حلوه، جمهور سواء جمهور العربي جمهور القادسيه، وان شاء الله الشباب قدام احسن احسن. ديربي الكويت جاء ممتعا وتسيد الاصفر غالبيه مجرياته وباداره اسبانيه تفوق من خلالها مدرب الأصفر فرانكو بابلو على مواطنه إخوان مارتينيز ليتعرض الأخضر للتعثر الثاني هذا الموسم. مبارك حق لاعبي النادي القادسية وجمهور النادي القادسية ورئيس مجلس وأعضاء مجلس النادي القادسية، صراحة على الفوز. نستحق الخسارة، والله في أخطاء واضحة، يعني ما أقدر أقول لك، يعني الأخطاء واضحة، ما أقدر أقول لك والله لا لعبنا زين، بس مو سيئين، يعني أجزاء من المباراة كانت لنا الصراحة، وهذه فرص على قولتهم ما تسجل بتضيع عليك المباراة. استغلوا الفرص القادسية وهم كانوا أفضل صراحة، وراحت المباراة 2-0. العربي المحترفين ما ساعدوا فيها المباراة؟ مو بالشكل المطلوب، لا يعني صراحة هذا الواضح أنه مو بالشكل المطلوب، بس أنه يعني عندهم أفضل. ثاني مباراة نتمنى إن شاء الله المباراة الجاية يقدمون اللي عندهم. شو التحكيم في لكم بلنتي؟ تحكيم وايد وقفت المباراة الصراحة، يعني وايد وقفت المباراة. الجيم الأول يمكن فوق الثمان دقائق، الجيم الثاني نفس الشيء، يعني الموضوع هذا عند الحكم، لكن ولا ألومه، يعني مو اللوم طبعا مو على الحكم، بس أنا قصدي إنه وقفت المباراة وايد، عطني وقت أكثر بس. وبهذه النتيجة يواصل القادسية هيمنته على مباريات الديربي في بطولة الدوري، فيما لا يزال العربي يعاني من تحقيق انتصار طال انتظاره في السنوات الأخيرة. أحمد العنزي، الرأي.